ستوجه لإعادة بعث مشاريع تنموية كانت مجمدة، مشاريع ستسهم في استكمال ملامح ولاية الجزائر كعاصمة عصرية على غرار المشاريع السكنية والشبانية. غابة النخيل ببلدية باش جراح أنموذج لفضاءات تسلية تم استرجاعها لتهيئتها. من جهة نهيئ الغابة ومن جهة أخرى تكون المحيط اللي داير به كله يكون مهيئ باش يلعب الدور نتاعو نتاع ترفيه ونتاع استجمام للمواطنين اللي دايرين يعني اللي موجودين على هذه المنطقة هذه. وتبقى عملية الهدم متواصلة لتطهير كل المناطق المعنية. تقريبا 40 أونجان أونتر بال ريترو وبول، واحد 100 شاحنة لنقر الردوم اللي كنتوا فيها بعد ما تحطيم بعد عملية الهدم. وكذلك واحد 150 اوفريي مانيوال يقومون بعمليه الهدم. هكتارات ستزيد من حجم الاوعيه العقاريه بالعاصمه لتفتح المجال واسعا امام بحث فرص استثمار جديده تفيد المواطن بالدرجه الاولى.